طريق الواحات، وخلونا نعرف أولا المعلومات، خلونا نتكلم بالمعلومات ثم نتكلم عن التحليل والتساؤلات التي لدينا. خلونا نقول لكم فين وقعت هذه المعركة بيننا وبين الإرهابيين. طريق الواحات، طريق الواحات ده يا جماعة واصل فين؟ هو طريق يربط بين القاهرة الكبرى والواحات البحرية وصولا لواحة الفرافرة، يعني هو ده الطريق، شايفينه اهو، هو ده الطريق، الطريق المظلل بالأصفر ده بادي من القاهرة وبيعدي على 6 أكتوبر، طريق الفيوم، وبيكمل بقى لحد الواحات البحرية و360 كيلو، وبعدين بيكمل لواحة الفرافرة. احنا كده بنتكلم على غرب، على صحراء غرب، يعني الطريق ده مفتوح لاخره، او مفتوح بقى يعني غربه تماما مفتوح حتى الوصول للحدود مع ليبيا. يبقى الناس دي جت منين؟ الناس دي جت من ليبيا، من ليبيا. كل المنطقة دي مدقات، كل المنطقة دي مدقات ما يعرفهاش غير البصاصين والأعراب الموجودين في هذه المنطقة، لكن الطريق الممهد هو ده، وبيكمل بقى طبعا جنوبا مع، وبيربط مع طرق أخرى مع مدن ومحافظات الصعيد. احنا هنا بنتكلم على الكيلو 135 في عمق الصحراء، يعني في المنطقة دي الكيلو 135 في عمق الصحراء. المنطقة دي طبعا داخل الصحراء وسط كثبان رملية، واضح انه الارهابيين كانوا متمركزين على مناطق مرتفعة، واحنا دخلنا من منطقة اكثر انخفاضا. دي اسئلة انا معرفهاش، يعني محتاجة برضو معلومات اكثر دقة، لكن انا بشرح الطريق ده فين. طيب الطريق ده طبعا حصلت فيه معركة لقرب واحة الفرافلة لو تذكروا، ودي كانت معركة أيضا كبيرة وراح فيها ضحيتها كتير من شبابنا ومن شرطتنا أعتقد، ولا كانوا حرس الحدود في هذه المنطقة. إذا ده طريق الواحات، بيعدي على مجموعة من المحافظات، هو طبعا ما بين محافظة الجيزة وبين محافظة الفيوم، والمنطقة دي كلها طبعا بالذات الفيوم وغيرها كان فيها تمركزات إخوانية معروفة، بالإضافة إلى أنه طبعا كل المنطقة غرب هذا الطريق هي مدقات وكثبان رملية وجبال، وكلها مدقات على فكرة بتمشي فيها عربيات، ولكن لازم تكون بمساعدة البصاصين والعرب، لأنه لا يمكن لمواطنين عاديين إن هم يمشوا للمنطقة دي. المنطقة كمان وفيها رمال متحركة وغيره، المنطقة كمان فيها سياح، لأنك لما بتروح الواحات البحرية وواحة الفرافرة دي كلها مناطق سياحية، وكمان بننزل على الوادي الجديد. خلونا نعرف بعض المعلومات عن هذا الطريق والمنطقة التي وقعت فيها هذه المعركة مع الإرهابيين. طريق الواحات يربط بين القاهرة والواحات البحرية وصولا إلى واحة الفرافرة بالوادي الجديد. يبدأ الطريق من تقاطعه مع طريق الجيزة الفيوم الصحراوي مرورا بمدينة 6 أكتوبر انطلاقا في الصحراء الغربية، يبلغ 560 كيلومترا، منهم 360 كيلو حتى الواحات و200 كيلومترا حتى الفرافرة. تزداد على جانبي الطريق الدروب والوديان والكثبان الرملية والرمال المتحركة والجبال الصخرية، ينتهي في الواحات البحرية التي تبعد قرابة 300 كيلو مترا عن حدود ليبيا، وهي عبارة عن دروب صحراوية ووديان، يمكن من خلاله الوصول صحراويا لمحافظات الفيوم، المنيا، أسيوط والوادي الجديد. يتجه طريق الواحات شمالا إلى واحة سيوة بمسافة تقدر ب 300 كيلو مترا. مرة أخرى إحنا بنواجه معركة، معارك الإرهاب مش معارك نظامية، مش معارك جيش داخل في معركة نظامية، إحنا في معركة مع عدو، والعدو لازم يكون خسيس، عشان بس ما نقولش عدو خسيس، عدو خسيس عادي يعني، عدو خسيس طبيعي، ما العدو لازم ما يكونش عدو جميل يعني مش صديق. هذا العدو يستخدم أسلحة غير تقليدية. المعلومات 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 يجب أن تكون سلاحنا الأهم والأكبر في هذه المعركة، لكن مرة تانية ولا معركة زي دول تهدنا، ولا أي
عدد ضحايا يهدنا، بنقف وبنراجع وبنقول انه ايوه غلطنا فين وما غلطناش فين، حصل ده ايه وما حصلش ده ايه، لكن ولا معركة من دول هتهدنا واحنا منتصرين في النهاية. ولازم دي تكون قناعتنا كلنا، اننا لمنتصرون، ده حتما بقناعة وبإيمان وبقوة وبصلابة وبإحساسنا ان احنا عندنا افضل شرطة، عندنا شرطة عندها إيمان، هو ده المهم، عندنا جيش عنده عقيدة، احنا هننتصر في النهاية. واي معركة من دي ما تهزناش يوم واحد. انا عايزه اشوف صور اللي نشرتها الداخلية عن الارهابيين، لان احنا حد سألني معقولة كل الكتيبة ماتت ومفيش إرهابي؟ ده احنا امبارح بقى العيشة اللي احنا كنا فيها، مفيش إرهابي واحد مات. أنا كنت مستنية الصورة دي، أنا كنت مستنية الصورة دي عشان أقول إن احنا إن ولادنا ما ماتوش هدر، ولادنا دخلوا في معركة. إحساسك بالظلم لما تكون واقف وجيت اتضربت وما قدرتش ان انت تحارب، لكن ان انت تحارب وتخش معركة فتقتل وتقتل، هذه معركة وهذا شرف. لكن ودي صور الارهابيين بعرضها عليك، وانا ما بحبش اعرض الصور دي، لكن بعرضها وبكررها تاني عشان ما يبقاش فقط الموت نصيب عندنا، لكن احنا عندنا الشهادة ودول عندهم القتل.